بونجور اي بيانفوني سور فوتر شين يوتيوب تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم اعزائي الكرام اعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. دائما في اطار فروض المراقبه المستمره المرحله الثانيه المستوى الخامس ابتدائي، اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو ليكسيك اللغه الفرنسيه مستوى الخامس ابتدائي. اذا اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي ديجا درتهم في القناه يدخل القناه، غادي يلقى في الديسكريبسيون بزاف ديال الفروض، غادي يدخل ليهم غادي يتفرج بتمعن ان شاء الله، غادي يفهم وغادي يوجد مزيان الفروض ديالو اللي غادي يديرهم في القسم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. اذا على بركه الله نبداو الفرض ديالنا ديال الليكسيك. عندنا هنايا 4 كاستيون سون تري سامبل، سويف افيك موا. دونك لا بروميير كاستيون كومبليت لي فراز سي دي سو افيك لي مو سويفون. غادي شنو غادي نديرو؟ غادي نكملو هاد لي فراز هادو، هاد الجمل اللي عندي هنايا ياك، غادي نكملهم بهاد الكلمات هادو: respect, protection, soin, éducation. هذا الدرس هذا فين داخل؟ داخل في الليكسيك تيماتيك ديالاش ديال لي دووا اي دووار، صافي ديال الوحده الثانيه. دونك لونفون اون سيتوياسيون دو هانديكاب ا دووا ا دي سبيسيو، يعني الطفل في الوضعيه ديال الاعاقه عنده الحق يكون عنده شنو يكون عنده؟ يكون عنده رعايه خاصه. دونك soin سبيسيو، صافي soins spéciaux, d'accord? Comme les adultes, les enfants ont aussi le devoir de la loi. يعني بحال الناس الراشدين الاطفال حتى هما عندهم ولا من واجبهم ياك يكون عندهم يعني يحترموا القانون. respect du loi, d'accord? respect du loi. Est l'un des droits de l'enfant. شي حاجة est l'un des droits de l'enfant. L'éducation. L'éducation. اللي هي التربية والتعليم. يعني التعليم. حق التعلم. مزيان. L'éducation est l'un des droits de l'enfant. هي واحدة من الحقوق ديال الطفل. On doit toutes et tous veiller à la شي حاجة de l'environnement. يعني من واجبنا حنا كاملين أننا نراعيو. شنو نراعيو؟ يعني la protection de l'environnement. خصنا حنا كاملين نبروتيجيو البيئة ديالنا، صافي نحافظو على البيئة ديالنا. بروتيكسيون، داكوغ؟ بروتيكسيون. دابا نقراو هاد لي فراز من بعد ما عمرناهم. لونفون اون سيتوياسيون دو هانديكاب ا دووا ا دي سوان سبيسيو. كوم لي ادولت لي زونفون اون اوسي لو دوفوار دو ريسبي دو لا لوا. ليدوكاسيون اي لان دي دووا دو لونفون. اون دووا توت اي توس فيي ا لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون. Passons à la deuxième question, suivez avec moi. On nous ose sous L-Thani, deuxième question, barre la classe grammaticale, entoure les exemples et encadre les sens du mot dans l'article de dictionnaire suivant. Donc, on a l'article de dictionnaire, je vais vous donner un dictionnaire. Il y a la classe grammaticale, il y a une autre chose qui est adjectif, ou la nom féminin, ou la nom masculin, ou l'adverbe, etc. etc. ياك وعندنا كاين لي زيكزومبل يعني الامثله، وكاين كذلك المعاني ديال هاد الكلمه، صافي. دونك الكلمه اللي عندنا هنا هي دغول ادجيكتيف، التعريف الاول كيفي غيغ، التعريف الثاني انورمال اي ايتونون، التعريف الثالث فاميليي. بور لي زيكزومبل سو فيلم اي تري دغول، جي اونتوندو ان دغول دو بروي، ايل ا في دو دغول دو بروغري. داكوغ؟ دونك هنا اول شيء غنبداو هاد لا كيستيون، هذا فيه تروا بارتي، صافي. بار لا كلاس غراماتيكال، يعني غنشطبو على لا كلاس غراماتيكال، ياك غنشطب على لا كلاس غراماتيكال، هي شطبت عليها ادجيكتيف على لا كلاس غراماتيكال. شنو غندير؟ اونتور لي زيكزومبل، غندور على الامثله. لي زيكزومبل هما هادو: سو فيلم اي تري درول، ها ليكزومبل الاول، جي اونتوندو ان درول دو بروي، ليكزومبل الثاني، وهنايا ايل ا في دو درول دو بروغري، هذا ليكزومبل الثالث، صافي. وبالنسبه للمعاني اش غادي ندير لهم؟ ان اونكادري، ستادير غادي ندير واحد الكادر بالنسبه للمعاني. دونك المعاني عندي ثلاثه، هذا المعنى الاول، بالنسبه للمعنى الثاني ها هو داخل فيه حتى هذا، وهنا المعنى الثالث فاميلي. دونك هادي لارتيكل دو ديكسيونير، عرفنا المكونات ديالها كاملين. عندنا لا كلاس غراماتيكال ادجيكتيف، عندنا لي زيكزومبل هما سي فيلم اي تري درول، جي اونتوندو ان درول دو بروي، اي لا في دو درول دو بروغري، و
عندنا عاوتاني ليسونس كي في رير انورمال اي ايتونون اي فاميلي صافي سي بيان. غندوزو كيسيون 3 سويف افيك موا. كيسيون 3 شنو عندنا؟ جيكري لا سينيفيكاسيون دو شاك ابريفياسيون. دونك هادو هما لي ابريفياسيون اللي كيكونوا من بعد الكلمه في الديكسيونير، غادي نعرفوا شنو كيعنيو هاد لي ابريفياسيون صافي. اس ايغريك ان ان بوان ام في بوان ان بوان اف ADG. contre ou bien CONTR. Donc c'est hadi katani synonyme yani le muradif synonyme ça fait al muradif hadi katani NM c'est-à-dire nom féminin nom masculin masculin yani اسم المذكر. V katani verbe. N.F c'est-à-dire nom féminin. ADG c'est-à-dire adjectif. Et CONTR c'est contraire, c'est-à-dire ضد. ضد يعني ضد الكلمة. صافي؟ دونك احنا عرفنا la signification ديال كل abréviation. ندوزو لكيستيون 4 et la dernière question. Donc ici, il y en a met en ordre les mots suivants. هاد les mots هادو غادي نحاول غادي نحاول نرتبهم سولون لورد الفابيتيك يعني حسب الترتيب الابجدي ديال اللغه الفرنسية. ici لونا سيتويان سوليداريتي ريسبي دووار دووا ا بي سي سي. دونك سيتويان هي الاولى طبيعة الحال. غادي كنلاحظوا اول حرف هكا سي اس ار دي او دي. دونك سيتويان غتمشي لي شايبقى solidarité respect devoir droit. Donc A B C D عندي D ولكن بجوج بهم عندهم D. من طبيعة الحال غندوزو الحرف اللي مورا هنا عندي E هنا عندي R. دونك E كتسبق دونك devoir devoir ومن موراها droit ياك droit. ها هي بقات ليا solidarité et respect A B C D E F G H I J K L M N O P كيلون R R عاد S. دونك respect ومن موراها سوليداريتي سوليداريتي وكنكونو رتبناهم سيتويان دوفوار دووا ريسبي سوليداريتي. وبهذا غادي نكون كملت هاد لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لاكتيفيتي دو ليكسيك بور لو نيفو 5 اني دو لونسينيمون بريمير. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه التربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.